محترم فلا يمس حتى في الجهاد. جاهزين؟ اجتنب وجه الكافر. كنترولنا جاهزين؟ ابو عمر افتح افتح، حط اصبعك حط اصبعك. دقيقة يلا يا سمور. دقيقة الاخوة في الكنترول جاهزين؟ السمو الجو. هدوء هدوء عشان بس الوقت الان مهم جدا. دقيقة دقيقة. السمو الجو. يا جماعة بالله اصوات اصوات عشان نبدأ هناك. الأسئلة دفعة امسك. الأسئلة بدون جواب. إيه بدون الإجابة فقط. الأسئلة فيها الأجوبة، أنا أبغى الأجوبة اللي موجودة في الورقة. إيه بس ما أقول لهم الجواب. طيب موجودين؟ بسم الله. يعني هو يقول للجمهور. طيب المسابقة يا شباب كالتالي. بدأ. حلو؟ حتبدا. لا لسه ما بدينا، لما تبدا تلقي الاسئله باذن الله. ايوه مو مشكله، اي واحد يلقي الاسئله بدون ما تقول الجواب. انا طالما هو اخذ الاسئله تمام. حتبدا هذا عباس نوحد هذا، حتبدا تلقي الاسئله على الجمهور، حيبدا الوقت تمام. ابغى الجواب اللي موجود هنا السريع. حلو. حتكتب الجواب وحتكتب النيك نيم اللي استفدت منه الجواب. فاهمني؟ حلو فاهمين؟ عندكم اي شيء؟ اي ملاحظه؟ الجمهور الثاني طبعا جمهور فريق طموح وشموخ حيلخبطوكم في الاجوبه. يعني انتم تشوفوا الجواب الصح. بسم الله. استنى استنى خلينا نناشد. يلا ناشد. خلينا نناشد. لا لا تناشد، جمهورنا ما يحتاج. ايها ايها الساء ايها السامونة يلا فوق رؤوس الجبال. الجمهور لخبطوا. طيب طيب بدا الوقت. اننا ننتظركم. الان بيبدا الوقت. محمد عباس يلا حبدا. بسم الله نبدا. يا محمد عثمان بسم الله. واحد اجابات شباب يلا. السؤال الاول، السؤال الاول ما اسم السورة التي تعدل ربع القرآن؟ يلا بسرعة. السؤال الثاني ما اسم قائد معركة بلاط الشهداء؟ السؤال الثالث أين وقعت متجرة صبرا وشتيلة؟ هذه ثلاث أسئلة. أسرع 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 جمهورنا. ما اسم السورة التي تعدل ربع القرآن؟ هاشتاج. ما اسم قائد معركة بلاط الشهداء؟ ربع. أين وقعت متجرة صبرا وشتيلة؟ أيوة ربع القرآن بلاط الشهداء صبرا وشتيلة. سرعة. يلا 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 سمو يلا سمو يلا سمو يلا سمو يلا سمو. جمهور سمو من اكثر الجماهير ثقافه. واو لا 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 ما يلخبطونا. ركزوا ركزوا. حتى الجمهور الثاني وفي ما عليه. بدات الاجوبه بدات الاخلاص صح. لا 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 هذه ثلث القران الله اعلم. هذا ربع القران. ربع القران الكافرون. الكافرون حيث النقاء. حيث النقاء الكافرون. حيث النقاء حيث النقاء يلا حيث النقاء. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ما اسم قائد معركة بلاط الشهداء؟ النيك نيم النيك نيم النيك نيم النيك نيم بالانجلش. صور الشهداء لازم والله. حيث النقاء وين واحد يلا اللي بعده اللي بعده. خلاص خلاص مشي هذا. يلا يلا اللي بعده بلاط الشهداء. يلا يلا يلا. لا وش تقعد نكتب اتش لازم يكتبوا بالانجليزي. حيث النقاء يلا 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 بالانجليش ابا بالانجليش. شوف جاء ما صدق حصل على الذغره. شوف شوف يا حكومه يلا ما اسم قائد معركة بلاط الشهداء. يلا سريع سريع يلا يلا ابو عمر محمد. شوف يلا ابو عمر يلا مخيم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. في لبنان صحيح. لبنان لبنان جمان جمان شبكة المجد. لبنان جمان شبكة المجد. صور الشاشة. السؤال صور الشاشة بس يا ابو عمر. ايش صوره ما قال شباب. لا عادي عادي اقرا اقرا خلص. لا 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 ما ينفع اقرا شعل لا عادي عادي مو لازم انجليزي هو يقولها. صور الشاشة بس. السؤال يقول الرابع ماذا يطلق على صغير الدب؟ السؤال الخامس ما هو صوت الضفدع؟ السؤال السادس كم يبلغ عدد الاسنان للانسان البالغ؟ السؤال الرابع اين وقعت اي ماذا يطلق على صغير الدب؟ السؤال الخامس ما هو صوت الضفدع؟ السؤال السادس كم يبلغ عدد الاسنان للانسان البالغ؟ يلا 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 صور الشاشة. طيب طيب. صغير الدب ايش هو؟ صغير الدب صغير الدب. والسؤال الثاني ايش؟ صوت الضفدع. صوت الضفدع. والسؤال الثالث كم يبلغ عدد الاسنان؟ شغال الوقت شغال الوقت يلا وعدد الاسنان. صغير الدب صوت الضفدع عدد الاسنان يلا 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 صوت الضفدع يلا يلا يا زلمة. جيسن 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 اشواق المجد اشواق المجد. صور الشاشة صور الشاشة اللي بعده. روح اللي بعده روح اللي بعده. السؤال الثاني صوت الضفدع صوت الضفدع صوت الضفدع صوت الضفدع صوت الضفدع. لا مش دغفل مش دغفل. هنا هنا صوت الضفدع ايش؟ مو مكتوب مو شتتوكم 23 سنة. لا لا مو صحيح.
السؤال السابع، من هو آخر الأنبياء والرسل؟ من هو مؤسس علم الضوء؟ ما الاسم الكيميائي للطباشير؟ من هو آخر الأنبياء والرسل؟ من هو مؤسس علم الضوء؟ ما الاسم الكيميائي للطباشير؟ يلا عجلوا. السؤال الأخير، من هو الشاعر الذي قتله شعره؟ وقتكم إلى الآن ما شاء الله تبارك الله، شدوا حيلكم. يلا شدوا. من هو آخر الأنبياء والرسل؟ ليش ضئيل هذه؟ ضئيل ما في. من هو آخر الأنبياء والرسل؟ من هو مؤسس علم الضوء؟ ما الاسم الكيميائي للطباشير؟ من هو الشاعر الذي قتله شعره؟ محمد. راء اسمها راء هذه اللي بعده. اللي بعده، من هو مؤسس علم الضوء؟ ما الاسم الكيميائي للطباشير؟ من هو الشاعر الذي قتله شعره؟ حلو محمد، حلو. بطل. من هو مؤسس علم الضوء؟ ابن الهيثم. صحيح. ابن الهيثم. يلا مو مشكلة. ايش بقى؟ من اسم الكيميائي للطباشير؟ من هو الشاعر الذي قتله شعره؟ يلا باقي الطباشير والشاعر. الطباشير والشاعر. يلا. الشاعر الذي قتله شعره. يلا. الشاعر المتنبي. المتنبي. نجد. يلا يا من تكتب آخر شيء حاول. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.